بسم الله الرحمن الرحيم. انا زهره تقليد من مزار مرموشه. انا كنمثل مرموشه وجيت للمعارض الفاس وعجبني المعرض وعجبني داك الشيء اللي داروا السي الوالي والمسؤولين، وكنتمنى ان شاء الله يتكمل هذا الشيء. وانا كنمثل مزار مرموشه، كنمثل الزربياض مرموشه، وكنتمنى حيت اول مره تعطى الفرصه لشي وحده مرموشه هي انا، كنتمنى حتى المسؤولين يشوفوا مزار مرموشه. عندنا الزربيه زوينه، عندنا كل شيء زوين، ولكن حتى واحد من المسؤولين ما كيجيش المرموشه باش يتعرف المنتوج ديال مزار مرموشه. وكنتمنى منكم المسؤولين كاملين وتعاونونا باش الصناعه ديالنا باش تشهر. وشكرا، والله ينصر سيدنا.